سلبية التلفزيون كان شغال، جاب لي حاجة كده ولا على البال سمعت اسمي ويا السؤال، بجدة جامدة جت في الحال. فتح عينيه بص أي سؤال بعته ليش هيك؟ فتح عينيه بص أي سؤال بعده. الغليس أو سهل لطيف يجاوبوا لينا ابو العريف بروجرام لذيذ ودمه خفيف على ست سفن كيدز زريف. لكل ولادنا في اي مكان جوة وتونس مصر ولبنان ابعت سؤالك هنا والآن، الان عليه وش طياره فتح عينيك حواليك اي سؤال بعتهم ليش هيك؟ فتح عينيك حواليك اي سؤال بعتهم ليش هيك؟ حبايب قلبي يا امامير اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من برنامجكم ليش هيك بس مش على الهوا النهاردة الحلقة هتبقى متسجلة وعايز اقول لكم ان احنا مجمعين فيها كل الحاجات الحلوة اللي انتوا عملتوها في برنامج ليش هيك في كل الحلقات الكبيرة اللي فاتت التليفونات والصلوات والايميلات وكل الحاجات الحلوة اللي انتوا عملتوها معاكم النهاردة البرنامج زي ما قلنا مش على الهوا لكن هنقعد سوا مع بعض قدام التلفزيون ونتفرج ونشوف احلى الحاجات اللي انتوا عملتوها هنا في ليش هيك وعايز اقول لكم انه الاسبوع الجاي مستنيينكم على الهوا علشان نسمع ونتفرج سوا على كل الصور بتاعتكم وكل الايميلات وكل الاس ام اس يا ريت يا ريت الحلقه دي تعجبكم واشوفكم الاسبوع الجاي في برنامج ليش هيك على الهوا يا امير سلام مؤقت اتفرجوا وانبسطوا جدا على فكره يعني ايه ثوره يعني إيه يا راجل بقالك ثلاث شهور بتفرج على التلفزيون مش عارف يعني ايه ثوره عنايه الاثنين الاسبوع الجاي هجاوبك على السؤال ده يا بولا وخلي بالك

<applause> يا بولا ميرسي قوي 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 على الاغنيه الحلوه دي انا بس عايز اقول دقيقه واحده بس ايه انزل اجيب القلم <applause> بس <applause> بيروح مني كتير على فكره ميرسي قوي قوي يا بولا على الاغنيه الحلوه اللي انت بتغنيها دي عايز اقول لكل الأماميل اللي بيتفرجوا عليا ان بولا وكلنا طبعا شفنا الحاجات اللي كانت بتحصل في بلدنا من اول السنه دي وقد ايه كانت احداث صعبه علينا ويمكن ناس كتيره فينا ما عاشوهاش قبل كده ثورات وعنف وحرايق وتعصب وحاجات كتيره قوي 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 كلنا الحقيقه حاسين بيها بتحصل في السنة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عدى يا بس نص سنة ست شهور بس شفنا حاجات كتيرة قوي قوي بتحصل في مصر وفي المنطقة العربية وفي العالم كله وبعدين هنا زي ما احنا شايفين ابو سمرة السكرة بص على المستقبل بص قدام بس بصته كده مقسومة اتنين عين من العينين شايفة حرايق وشايفة تعب وشايفة غضب وشايفة صورات بقى وشايفة مشاكل وحاجات كده لكن العين التانية شايفة بابا يسوع فيها سلام وهدوء والعين الاولانيه فيها دموع طبعا علشان خاطر السنه فيها مشاكل كثيرة ففيها دموع وحزن واسى انما اكتر حاجه غريبه قوي قوي حصل النهارده عند ابو سمره السكره هو ان هو عنده كميه علامات استفهام فظيعه قوي 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 حواليه وأكنه بيسال هنعمل ايه في المستقبل يا ابو العريف نانسي بنسرين اوعوا تخافوا من المستقبل يسوع حاططكم جوه عينيه اتفقنا تعال ناخد كمان بقيه الاس ام اس جوفياند حلو قوي جوفياند جوفياند بعتها اس ام اس لطيفه قوي بتقول هاي ابو العريف انا جوفياند انا بحبك قوي واختي فيرونيكا وجوسيان بيموتوا ايه اه بيموتوا في البرنامج يعني قلت بيموتوا زي ما ينفعش كده وبعدين عندنا بقى ايه مسج أه 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 لطيفه قوي بس مش عارف مين اللي بعتها يعني مش جاي عندي الاسم بس بيقول اهلا يا ابو العريف انا بحبك قوي وخلي ابو سمره بتاع الاسبوع اللي فات ما يخافش لان بابا يسوع عمره ما بيسيبنا لوحدنا علشان هو بيحبنا والكلام ده بقى عايز اقوله كمان لنانسي ولنسرين انه ما تخافوش بابا يسوع جنبنا وهو بيحبنا وعمره ما هيسيبنا مصر كلها والعالم كله عايزين سلام طب نعمل ايه يا ما طب احنا نعمل ايه علشان يحصل سلام احنا نصلي من قبل الرب يسوع ونعمل العمل ونعمل اللي اللي علينا مع اصحابنا مع اصحابنا وننشو سلام بينهم. ونعمل ايه كمان؟ أمم ونصلي الرب يسوع ونقول له نطلب عايزينك عشان تفسرين طب وانت تفتكر لو صلينا للرب يسوع الحاجات دي هتحصل صح؟ اه طبعا لانه طب, طب ما ير... دايما نعم بتقول ايه؟ لانه بيستجيب دايما. دايما دايما صح؟ ما فيش مره خيبت معاك يعني ما فيش مره طلبت حاجه من يسوع وما حصلتش شايف الدنيا هتبقى ازاي يعني هتبقى مبسوط ولا هتبقى زعلان لا ما ايه مش سامعك مبسوط عشان بابا يسوع معايا مبسوط عشان بابا يسوع معاك حتى في الوقت الصعب ده وفي المظاهرات وفي الحاجات الوحشه دي بابا يسوع موجود برده معانا يعني انت ما حسيتش خالص خالص ولا مره ان بابا يسوع مش معانا لا مبارك شعب مصر ده بعدك من سنين خيرك أكيد لأنك إله صادق أمين تيجي فينك وتملى برافو قوت المحرومين وفي ضني ها نوع صوت الحزن يسكت أيوة نرنم فرحانين مبارك 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 شعبي مبارك كمان مبارك 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 شعبي مصر تحب تقولي لهم حاجه النهارده ااا عايزه اقول لك ايات من الجيش قولي لي ايه الايه المتكلم يا ينبو وصلت الايمان تاكل مريح وصلوا بعضكم باكل بعض شاي تاكلوا بس كده ميرسي اوي اوي يا مريومه على الايات الحلوه دي ميرسي اوي اوي يا سكر تعالى يا بيبو نام مع بعض تجربه لذيذه بصوا بقى انا هقول لكم حاجه لو انا واقف لوحدي كده لوحدي كده مش ماسك في حاجه كده تعال زقني كده بيبو تعال زقني عادي زقني زقني عادي زقني زقني هتلاقيني ايه ده رحت وجيت يعني كده لكن انا ماسك مثلا هنا في الترابيزه اللطيفه دي كده اهو بص ايدي ماسكه ازاي تعال يا بيبو كده زقني تعال زقني ما تخافش تعال لا لا حاول تاني حاول تاني لا لا حاول تاني انت ضعيف على فكره مش قادر حاول كمان مره كمان مره <تلاقيني> يا بيبو ايه ده <تلاقيني> انت عايز زقني بجد ولا ايه شفتوا بقى يا امير لو انا ماسك كويس قوي قوي في الترابيزه بتاعت ليش هيك اكيد عمري ما هاجي يمين ولا هاجي شمال بالعكس هفضل ثابت واقف قوي جدا وواثق في مكاني نفس الحكايه هي اللي رسمها لنا عمو منير انه احنا لما نثبت في بابا يسوع على طول على طول على طول مش بنقدر نتزحزح ولا بنتزعزع ولا بنروح في اي حته النهارده بقى وانا نازل من البيت وجاي البرنامج جبت حاجه لطيفه تجربه في منتهى اللذاذه نفسي افرجكم عليها بصوا بقى عندنا جنينة لطيفة جدا تحت البيت وبعدين جبت انا ازازتين مية وبعدين قصتهم بشكل معين يا ريت وانتوا بتعملوا الموضوع ده تخلوا بالكم عشان وانت بتقص دايما الـ الازازة ممكن يبقى فيها مثلا ايه السكينة او حاجة وبتبقى حادة شوية لازم بابا وماما يبقوا معاكم المهم قمت جايب ايه زي ما انتوا شايفين كده ازازتين مية وبعدين حطيت واحدة فيها طينة وغرست فيها الزرعة اللطيفة دي وبعدين جبت كوبايه تانية او ازازه تانية لطيفه وحطيت فيها برضه زرعه تانية عايز اقول لكم الثبات بيفرق قد ايه بصوا بقى اللي هيحصل دلوقتي ادي ادي الورده او الزرعه اللطيفه اللي هي ثابته جوه الطينه اول ما امسكها واقلبها كده اهو 1 2 3 ايه ده مش بتقع مش بتقع خالص 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 ليه لانها ثابته جوه الطين ماسكه في بعض كويس قوي 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 ولو تركزوا يا امامير تلاقيها مطلعه كده ايه حاجات صغنطوطه ورد لطيف جدا جدا صغير والزرعه كده مع صغيره لكن واقفه وشده حيلها كده واقفه كده وطالعه لفوق مش تعبانه انما لو بصينا على الثانيه الصغنطوطه دلوقتي هحط دي على التابلو اللذيذ عشان نشرح بقى اللي هيحصل لما نيجي عند الثانيه الغلبانه اللي هي ملهاش طين وملهاش حاجه تمسك فيها وملهاش ثبات اول ما اجي ان انا امسكها واعمل كده ايه اللي هيحصل بيو. <applause> بتقع وبتطلع بره المية او بره الوعاء اللي هي فيه يعني مش بيبقى فيها حياة بتموت علشان كده تبصوا عليها هتلاقوها في واحدة نايمة كده مفروض تصحى مش قادر تصحى اساسا اصحي ليش هيجي مفروض تركز معنا هتلاقوها نايمة وبعدين كل الورق بتاعها دبلان وتحسوا انها بتعيط عكس التانية لو بصيتوا على التانية هتلاقوها علشان هي متثبتة كويس ومغروزة كويس جوه الطين ثابتة وبعدين كل الاغصان بتاعتها طالعه لفوق كده يا بيبو بص طالعه لفوق كده ومبسوطه واكنها بتاخد من الشمس والهواء بص في فرق كبير قوي دي صاحيه ودي نايمه دي ثابته ودي في اي لحظه لو جه شويه هواء او اي حاجه تقول تلاقيها يعني <applause> راحت وقعت انت استنى تعال 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 نجيبها سوا <applause> ميرسي يا بيبو عسل نحطهم هنا بقى عشان نبقى دايما مبسوطين بيهم ونعرف الفرق بين الحاجتين لما يصير في قلبي بي... بي لما لما بكون اعمل خطيه او اي حاجه يسوع بيجي جوه اصلي ويسوع يجي جوه قلبي ويخلي ويخلي و... و... ابيض أ... ويخلي أبي ابيض طب انت كنتي عملتي حاجه بايدك كده دلوقتي عملتي كده انت قصدك يغسل قلبك يسوع بيغسل قلبك صح عملتي كده صح? لا مش كده بس وانا حسيت كده فجأة. فجاه بس هو يسوع فعلا بيغسل قلبك انت عارفه كده عارف قلبي وقلبنا لكن... كلنا لكن ايه بي, بي... يعني عشان يغسل قلبي مش بيعمل بصابونه انا انا فاهمه بوضح يعني أكنه بيغسل قلبك صح أه أه هو يعني بيجي جوه قلبي وقلبي بيبيض وبيبقى مبسوطه كده وبتبقي مرتاحه صح حاجه لذيذه جدا يعني طب بصي بقى ممكن طبعا احنا هنا عندنا سمر روح اسمهم ايه تعرفي كريم ولا صعب عليكي طب صعب طب هقول لك هما لطف محبه ايمان تعفف وداع سيب الكرسي صلاح <applause> فرح بعد ما قلت كلمه كده قلت لي سيب الكرسي <applause> ايوه ما عشان مش عشان نعرف نركز سوا وفرح وسلام في لطف مرتين وطول انا وايمان سيب الكرسي وسلام ومحبه وتعفف حاجات حلوه قوي قوي يعني كارولين عايز تقول لكم يا امامير اللي جواه بابا يسوع قلبه بيتغير خالص وبيبقى لونه ابيض ويعمل كل الحاجات الحلوه دي يا رب يسوع انا بشكرك قوي يا رب يسوع علشان انت بتدينا الفرصه إننا نقرب منك ونثبت فيك أشكرك يا بابا يسوع أنك بتخلينا شبهك ونعمل سمر زيك وزي ما أنت كنت على الأرض والناس كلها حبتك أنت كمان بتحط جوانا القلب ده والحب ده وان احنا نحب كل الناس اللي حوالينا وده عمره ما هيحصل يا بابا يسوع إلا لما نقرب منك أوي 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 يا رب يسوع أشكرك على وقت الامتحانات على وقت التجارب الصعبة لأنه حتى في الوقت ده وفي الوقت الصعب بنلاقيك جنبنا وبترفعنا وبترفع الحمل اللي علينا أشكرك أوي أوي يا بابا يسوع إن أنت جنبنا وبتحافظ علينا. أنا بصلي علشان أغابي وعلشان كل الولاد الأمامير والبنات الأمامير اللي بيمتحنوا اليومين دول. أنا عارف كويس إن أنت هتخلي بالك منهم يا بابا يسوع لأن أنت أبوهم وبتحبهم أوي 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 وهم كمان بيحبوك. أمين. بابا يسوع أنتوا عارفين زمان لما كان عايش بينا على كوكب الأرض كان بيتكلم معانا كده بالأمثال، يعني إيه أمثال؟ يعني مثلا لو هو عايز يحكي لناس عن الغفران وعن المحبة ما كانش يجي يقول للناس اه اعملوا كده لا كان يحكي لهم حكايه يقول لهم مثل ودي من الحاجات الحلوه اللي بتقرب تعليم بابا يسوع لينا كلنا في مثل من الامثال قالوا بابا يسوع ده كان مثل جميل قوي 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 وله علاقه بالموهبه بتاعتنا لو انتم جنبكم كتاب مقدس او لو حكيت لكم الحكايه وبعد كده أنتوا قريتوها بعد كده هتلاقوها موجوده في انجيل متى والاصحاح نمره 25 ومن اول العدد نمره 14 الحكايه بتحكي وبتقول معلش انا هشرحها لكم ببساطه شديده جدا جدا كده بطريقه بسيطه قوي بيقول انه بابا يسوع بيحكي قصه وبيقول انه كان في واحد راجل مسافر والراجل ده كان عنده اموال كتير يعني عنده فلوس وبعدين بابا الراجل ده قبل ما يمشي ادى الواحد خمس وزنات يعني خمس عملات او خمس حاجات وادى الواحد تاني عملتين وادى الواحد عمله واحده المهم اللي حصلت حاجة لطيفة جدا. سافر الراجل ده وقال لما بأرجع ابقى اشوف الناس دي عملت ايه. اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه المسألة كانت بسيطة أوي. أنا أخدت الخمس وزنات أو الخمس حاجات وبعدين رحت اشتغلت بيهم وعملت تجارة وبعدين جبت منهم خمسة زيهم. يعني الراجل صاحب الشغل اداني خمسة وأنا عملت خمسة فبقى معايا عشرة وفي واحد تاني اللي هو خد الوزنتين أو العملتين راح اشتغل بيهم في السوق وزي ما صاحب المال اداله اتنين هو كمان جاب اتنين بقى معاه اربعة واخر واحد كان خايف قوي قوي وقال ايه الراجل ده صاحب المال ده راجل انا يعني غريب شوية انا هاخد الفلوس يا عم اللي هو اديها واروح دافنها في الرملة واقفل عليها وقت ما يجي ابقى اديها له وهو مش هيزعل اكيد لانه هو خد انا اداني حاجة واحدة جنيه واحد قمت ردته له جنيه المهم بعد سفر طويل الراجل رجع اللي هو صاحب المال وبعدين اللي اداله خمس جنيهات او خمس حاجات اللي جاب زيهم خمسه قال له انت هايل وانا بحبك قوي 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 لان انا اديت لك حاجات وانت استخدمتها وردت لي كمان خمسه زيهم اتفضل ادخل لفرح سيدك او تعال معايا انا بحبك وعمل نفس الحكايه مع الراجل اللي اداله عملتين وجاب زيها عملتين وجي عند الاخير قال له فين الفلوس اللي لك وعملت بيها ايه طلع له عملة واحدة بس. قام الراجل اتضايق وقال له أنت كسلان، لأنه خد الحاجة دي ورماها في الأرض ودفنها خالص 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 وما رضيش إن هو يشتغل بيها، وما جابش بيها حاجة زي اللي جابها الأولاني اللي كان معاه خمسة ولا اللي كان معاه اثنين بابا يسوع قصده يا امير بالحاجة دي أو بالمثل ده إنه يعلمنا إزاي نستخدم كل حاجة بابا يسوع إديها لنا. طبعا احنا كل حاجه عندنا جايه من فوق جايه من عند بابا يسوع لان احنا لما بنحبه قوي 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 هو بيغيرنا وقلبنا بيتغير بيدّي مننا ناس بتعرف ترسم ناس بتعرف تلون ناس بتعرف تمثل ناس بتعرف تلعب كوره ناس بتعرف تغني وناس بتعرف تعزف لازم 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 نتعلم ان احنا نستخدم الموهبه دي علشان ما نبقاش كسلانين وبعدين ما دام بابا يسوع ادانا الموهبه دي لازم نبقى عارفين ان هو عايزنا نستعملها علشان مجد بابا يسوع عشان هو يبقى فرحان بينا وندخل معاه الفرح الكبير وما يقولش لحد فينا يا كسلان عايز اقول ان بابا يسوع بيحبنا قوي 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 الدنيا كلها واكتر لكن لو حد فيك وحاسس ان هو ما عندوش موهبه انا ما عنديش ابو العريف وقعدت ادور 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 ادور, أدور, أدور وما عايز اقول ان بابا يسوع بيحبنا زي ما احنا زي ما احنا مش لازم نبقى ابطال اقوياء انما اهم حاجه عند بابا يسوع القلب ممكن اخد الوزنه بتاعتي وتبقى حاجه بسيطه ان انا مثلا 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 اروح اني اوضب مثلا الكراسي في الكنيسه بابا يسوع بيحب ان انا اروح اعمل كده حتى او مثلا اشيل حاجه من على الارض او اصلي لحد او اروح ازور حد محدش بيسال عليه هي دي الوزنات والحاجات اللي بابا يسوع عاوزنا نعملها انتوا عارفين لما نقرا شويه في الاصحاح ده هنلاقي بابا يسوع بيقول لنا ايه انا كنت جعان واديتوني اكل وكنت عطشان واديتوني ميه اشرب وإنتو كمان عملتوا معايا كل حاجه كويسه انا كنت ممكن اتصورها فالناس قالت له يا بابا يسوع احنا ما عملناش كده، احنا ما كده خالص، ولا عمرنا عملنا كده، أنت إزاي بتقول كده؟ قال لهم أي حاجة من الحاجات دي بتعملوها مع أي حد من الناس التعبانة أو العيانة، بتدوا أكل لحد محتاج ياكل، بتدوا تعزية أو محبة لحد فعلا محتاج حد يعزيه أو حد يقف جنبه أو حد يحبه، هي دي الحاجات اللي بابا يسوع عاوزنا كلنا نعملهم، والناس اللي فعلا بتقرب من بابا يسوع بتعرف تعمل الحاجات دي على طول. كل اللي انا طالبه منكم النهارده يا سنابل يا اه ممير هو انه تعرفوا انكم ما تهملوش الموهبه اللي فيكم الحاجات دي غاليه قوي 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 ولانها غاليه بابا يسوع حطها فيكم اكنه كده بيحط فلوس في البنك بيحطها جواكم علشان عاوزنا نستثمر الموهبه دي وكل حاجه تبقى لمجد بابا يسوع واوعوا تنسوا الايه الحلوه اللي بتقول لا تهمل الموهبه التي فيك انت مبسوطه ان احنا معانا في شيك ولا لا طبعا على فكره انا سمعت كده ان انت بتعرفي تعملي باليه وتعملي حاجات لطيفه الكلام أنت بجد ولا مش بجد بجد طب ممكن ننزل سوا توريني ايه موضوع الباليه ده ايوه ايوه اتفضلي اتفضلي تعالي هنا مكاني عشان ابقى فاهم الاول احكي لي حكايه الباليه دي. دي بتحبي الباليه ليه بقى بتعملي فيه ايه بالظبط يعني بنعمل حركات معينه ايه الحركات دي يعني زي ايه مثلا يعني في حركه اسمها بريمير بوزيسيون نعم اسمها ايه بريمير بوزيسيون اه بريمير بوزيسيون يعني الوضع الاول او الوضع المهم يعني صح الوضع الاول اول واحدة. ازاي ده بيبقى شكله يعني بنعمل رجلينا كده ازاي كده اهو اه وبعدين طب انا ممكن اقعد قدام أشوف بطنك اشفط ايه بطني اشفط بطن بطنك لا اشفط بطنك, بطنك. <applause> ازاي ما ينفعش اشفط بطنك تعيش ازاي اشفط بطني اه. ما عندي كرش شويه ف هتصدقي واقف كده اعمل كده ده كده جنبي اه؟ لا كده كده ايه بت... أه بتعمل ايديك كده و. كده ازاي كده كده ايدي أدي ايدي, اعمل ايه اعمل ايه قولي ايديك وتجيب الصباع ده والصباع ده وتلزقهم لا قولي لي هنا اشرحي لي هنا بقى اعمل ايه جيب الصباع ده الصباع ده أني... أيوه؟ تلزقهم في بعض كده اهو <applause> لا كده عند العقله الثانيه هنا اهو كده بقى باليه اه وارجع ثاني اقف عند بطني عند رجلي واشفط بطني اه كل ده بس في البوزيشن برومير آه. بس بوزيشن كده واعمل كده اه كده باليه اه كده برومير بوزيشن كده واقف صح ها وبعدين اعمل ايه بقى دلوقتي اتحرك ازاي يعني اعمل مثلا كده ولا اعمل كده ولا اعمل ايه لا هو كده هو بس هو كده وافضل واقف كده طب وبعد شويه بقى اعمل ايه هل ممكن اتحرك حركات معينه مثلا ولا اعمل ايه في يعني حركات معينه أوه. ايه بقى يعني؟ اه يعني ده بس وضع معين بقف فيه كده بس في حركات معينه صح <applause> طب ممكن افك رجلي واعيش بني ادم طبيعي ممكن ابقى عادي <applause> دلوقتي طب ميرسي قولي لي بقى انجي اعمل ايه زي حركات يعني ايه حركات البليدي زي ايه ما اسمها ايه الاول يعني في حركه اسمها شيني اسمها ايه فهم شيني اشد ايه شيني شيني شين... من هنا يعني؟ شين... شيني اهو ايه شيني؟ لا لا شيني شيني ماشي فاهم شيني ايه بقى ايه شيني دي يا ايه شيني دي يا إيه ازاي الشيني دي؟ يعني اعملها؟ اه, آه... فيها خطر على المكان او حاجه؟ لا بحب... لا وريني الشيني كلنا كده عايزين نتفرج على الشيني ده اوكي ايه المواهب الحلوه دي؟ <applause> ايوه ايوه فهمت بس. ممكن تعمليها وانتي راجعه؟ اه ممكن يلا يلا اعمليها راجعه دي جميله جدا حسب المنشر انت جاي واحد اثنين الله ده برافو برافو يا ده باليه بجد دي حاجه في منتهى الجمال طب في حركات تانية مثلا يعني انا اعرف ان باليه ده بيبقى فيه مسرحيات مثلا زي بحيره البجع سوان ليك والحاجات الحلوه دي هل ممكن توريني ازاي مثلا تعملوا انا بشوفكم بتعملوا حاجات كده وتفضلوا ماشيين تعملوا هل ممكن توريني الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ يعني احنا المفروض ان احنا هنعمل رقصه ايه الرقصه دي؟ رقصه كده هي طويله قوي طويله ازاي؟ طويله ازاي؟ لا لا انا عايزك بقى توري الناس كده ازاي ازاي الرقصه دي بتتعمل معلش انا عايز افهم هي مش لازم طويلة قوي ممكن ناخد منها مثلا نص دقيقة دقيقة تلاقي مثلا تعملي لا 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 يعني ازاي عشان نتعلم كل الأمامير عايزين يتعلموا ازاي اتفضلي وريني الله ايه الجمال ده يا انجي يعني دي مثلا حركه من الحركات اللي احنا بنعملها دي ايه الحلاوه دي شكلها جميل قوي قوي برافو عليكي انت اتعلمتي الحركات دي تعالي نقعد طيب قولي لي اتعلمتي الحركات دي في قد ايه يعني بقالك بقالك قد ايه بتعلمي باليه سنه سنتين سنة خمسه سنة. واحده بس سنة. تعالي هنا تعالي عشان انا بحب اقعد جنب التلفزيون صوتك جدا حبيبي سنه واحده تتعلمي باليه وقدرتي تعلمي كل الحاجات دي وتعملي الشيا س... وال وال والبريمير بوزيشن وايه كمان و... وال... و... في بقى انا سمعت في في اسامي ثانيه في جون باتمون في جون باتمون في كمان؟ وفي في م... يعني مثلا بولونيز بولونيز؟ ايوه من بولندا بولونيز من بولندا بولندا <applause> و سمعت في حاجه كان فيها بطاطس كده باد بيري اه باد اه. بوري ممكن نصين؟ سلم عليه سلم عليه مش قصدي على فكره بهزر 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 طب وايه كمان؟ عندكم بقى كل الحركات دي وبتقدروا انكم تعملوا الحركات دي في حد بيدربكم الحاجه دي؟ في في حد بيقول لكم بيقول لكم تعملوا الحاجات دي فبتطلع حلوه كده اه فادي مالك وليغسل الذنوب معاك

اه بارا بابا يعني احنا بنقول آه ان احنا بنبقى مكرين زي الثعلب احنا مكرين احنا مش مكرين <applause> قصدي يعني دمنا خفيف يعني زي الثعلب اه بتقعد حاجات لطيفه اه وايه كمان وبنقول ان احنا بنعرق زي زي البطه انا بطه الله يسامحك مش فيه مشكله انا بهزر يعني لذيذ يعني وبنقول ان احنا فرحانين زي السمكه لما بتجري بسرعه اه السمكه طبعا بتفرح طبعا لذيذه جدا بنقول نكتب زي الخنزير نعم فن متشكر جدا مم. وبنقول ان احنا ان شع... ان في شعر بيبقى ناعم بيبقى اكرت كده فريزية اه زي زي الخروف ده بيحصل كتير. زي الخروف الله يسامحك بس اوكي حاسس خنزير وخواليف وحاجات خفيفه جدا المهم وبنقول ان احنا راغيين ايوه زي الدبانه دي حلوه دي انا <applause> راغيين زي الدبانه دي حلوه جدا وايه كمان؟ وبنقول ان احنا ز... اه ان اه... 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 احنا, احنا بنزقين في بعض بزحمه ز... زي السردين <applause> برافو بينا برافو اولا <applause> <applause> انا مبسوط قوي انك قلت لنا اغنيه بالفرنساوي وترجمتيها للولاد الامامير اللي علينا وزي ما قلنا يا امامير اوعوا إيه تنسوا لازم كلنا نصلي لبعض علشان خاطر الوقت الصعب ده في حاجه من الحاجات المهمه اللي انا كنت عايز اقولها لكم هو انه زمان انا نفسي لما كنت بمتحن زي ما قلت لكم ما كنتش بعرف اركز من كتر الضغط ومش بس كده انا فاكر كويس لما كنت كبير شويه كنت اكبر منكم كده كنت في ثانوي وبعدين احنا كان عندنا نظام مختلف شويه في التعليم بتاعنا وبعدين قبل الامتحان بيوم واحد كان في ماده كده كنت باخدها بالعربي وبعدين فجاه لقيت الامتحان الامتحان هيجي بالانجلش وانا مش عارف اعمل فيها ايه وكانت المدرسه بتاعتنا الماده دي بالذات كان عليها مشكله تبقى بالعربي ولا بالانجلش بالعربي ولا بالانجلش تخيلوا ليله الامتحان مش عارف اذاكرها بالعربي ولا بالانجلش المهم قعدت كده وقلت يا رب اعمل ايه في الموضوع ده اذاكرها بالعربي ولا بالانجليزي بالعربي ولا بالانجليزي انا ما كنتش عارف يعني ما كنتش عارف ايه الموضوع يعني يتم ازاي المهم صليت كده وتاني يوم رحت اللجنه انا مش عارف اعمل ايه ولقيت المدرس اللي بيوزع علينا الورق بيقولنا ايه؟ اتفضلوا ورقه بالعربي وورقه بالانجليزي وجاوبوا باي لغه انتوا عايزين تجاوبوا بيها. ودي كانت حاجه من الحاجات اللي انا ما نفسي هو في حاجه كده؟ هو ينفع كده وجاوبت في الامتحان وجبت فيه درجه مش عاليه قوي لكن اشكر ربنا ان انا عرفت ازاي اني اعرف اجاوب في امتحان انا كنت قلقان جدا جدا قبلها لكن ربنا غالبا خلى الناس اللي هي بتعمل الامتحان وده اكيد مش بس غالبا يخليهم كده يحطوا الورقتين علشان اللي عاوز يجاوب بالحاجه باللغه دي او باللغه دي يقدر ان هو يجاوب بيها ميرسي يا بابا يسوع عشان انت بتعمل لنا حاجات مش واخدين بالنا منها بس تبقى مهمه جدا وبتخلينا قريبين منك الاول على المدرسه الاول على المدرسه أوه. مبروك 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 يا مينا الف 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 مبروك <applause> ممكن تقولي لي انت بتعملي ايه في اجازه الصيف يا قمر آم بروح الكنيسه وايه كمان وبقعد على الكمبيوتر وايه كمان ااا و آم... وبزور تيتا م -م. آم... من حاجه تتروق ايه حاجات كتيرة اوي 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 كده؟ اوي 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 طب ايه اكتر حاجة بتحبي تعمليها في اجازة الصيف؟ ااا أم... أم... بحب اقعد على الكمبيوتر تقعدي على الكمبيوتر ايه اكتر حاجة بتحبي تعملي على الكمبيوتر؟ يعني تلعبي جيمز ولا بتقري ولا ها... على الانترنت بتعملي ايه؟ اي اي لعبة احنا عندنا العاب كتير في الكمبيوتر بس هو ينفع اضيع وقت الصيف بتاعي كله ان انا قاعد على الكمبيوتر؟ لا امال هعمل ايه بالظبط في حاجات وراك كتير لازم تنجزها في الاخر تعمل تقعد على الكمبيوتر ايه بس دي واحده بس عليا ايه الحاجات اللي انجزها دي زي ايه مثلا أنجزوا انا آه آه لو عندك امتحان في المدرسه خلصنا كلنا خلصنا الامتحانات في المدرسه ايوه لو اه ان كيس احتمال يعني آه تنجزه وتحفظه آه و وحاجات كتيرة اوي يعني عايز اقول لكم حاجه مهمه حصلت معايا انا شخصيا انا ما كانش ينفع ان انا اجي اجاوبكم كده على الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي ولا كان ينفع اقعد اتكلم معاكوا كتير كده وابقى عارف حاجات كتيره الا من كتر ما بقرا احنا لازم نتعلم يا أمير ازاي نقرا كل ما نقرا اكتر كل ما هيبقى عندنا معلومات كتيره قوي أوي أوي في بالنا حلو نقرا في حاجات كتيره نقرا في التاريخ نقرا في الجغرافيا نقرا في الدنيا نقرا في كل الحاجات دي معنا عارف احنا لسه وزي ما احنا صغيرين ساندرا كده بتعمل حاجه في منتهى اللذاذه انها بتقرا ايه؟ كراريس ايه كراريس ايه قصص صغيره وكل ما تقرا قصه كل ما هتتعلم منها حاجه كل ما تقرا قصه كل ما هتتعلم منها حاجه ودي حاجه مهمه قوي تشجعنا لما نكبر نتعلم ازاي نقرا ونبقى مركزين في القرايه مره شاب اسمه بني اسرائيل بني اسرائيل بصي انا هعمل كده ممكن ونحكي انا همسكها كده اوكي بني اسرائيل ده كان بيشتغل عبيد عند فرعون امم استني ف... استني 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 هجيلك هنا زي ما انت زي ما انت لا كملت انت عادي ممكن نعمل زيو كده اهو ايوه حلو قوي فر... فرعون شعب بني اسرائيل كان بيشتغل عند فرعون وبعدين وبعدين موسى وهارون راحوا قالوا له طلع الشعب موسى وهارون قالوا له طلع الشعب اقلب بقى اقلب بقى حاضر اهو تفضل. اهو اتفضلي في في موسى وهارون موسى وهارون موسى وهارون اوكي قالوا له طلع الشعب قال لهم لا انا مش هطلعهم خالص هم عندهم هم... هم عند عبيد بيشتغلوا عبيد إيه؟ يعني هو فرعون ده مش حلو كده مش كويس صح؟ اه لازم هو كده شرير بيأذي الناس بيأذي بقى بني اسرائيل هم شعب الله صح؟ اه امم طب وبعدين لبس استنى لبس ايه اللي حصل بقى؟ مين الراجل ده؟ لسه لسه اه لسه شويه ماشي راح اداله تسعة ده ربون تسعة ولا عشرة؟ لا هم خلوهم تسعة وبعدين زودهم عشرة اه اوكي ماشي ممكن اقلب الصفحة؟ اوكي بس. مين بقى الراجل ده؟ ده ده فرعون و... وده المساعد بتاعه المساعد بتاعه اسمه ايه؟ مش عارفة اسم. اه اسمه غريب قوي مش عارفة اه مش عارفة وبعدين ودور الشعب الشعب بتاعه طب اقلب وبعدين ايه اللي حصل؟ اوه وفرعون قال مش ممكن انا طالعهم ليه؟ راح جاي وراهم بالحصانه وال... والعربيات وراح قالب ولسه قالب لسه قالب لسه, قلبهم لسه إيه. ماشي اتفضلي ربالدين... الناس لقوا بحر قدامهم وفي عنجة وراهم صرخوا الموسى وقال لهم قلب قالب قالب لا ماشي ايه بس قالولهم ايه قالوا صرخوا لموسى وقالوا له الحقنا احنا قدامنا بحر ورانا فرعون نعمل ايه؟ راح مو موسى صرخ ربنا وقال له قال ايه بقى؟ موسى قال ايه ربنا؟ قال له اضرب بالعصايه اللي في ايدك مثلا اللي في ايدك البحر و وهم عدوا على طول بعد ما ضربوا طيب البحر ولا لا؟ البحر اتشق فين 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 فين؟ فين, فين بحر اتشق فين؟ لسه قدامه ولا ورا؟ لا قدام طب يلا وريني. وريني فين؟ قلب صفحة؟ بصي الملاك في لسه في ملاك اهو لا لسه ايه؟ ايه اما اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ راح صرخ ربنا وقال له أه... 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 قال له اقلب إيه قلبنا وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين ربنا بعت لهم ملاك هوب لا لسه لسه طيب حاضر تفضل وبعدين بعت لهم ملاك شعب فرعون هنا وهم هنا العساكر بتوع فرعون فوق وشعب ربنا تحت صح؟ مم. حلو جدا هنا ودول طب وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعدين ربنا رفع ايده كده و... موسى صح؟ اه ربنا ادى العصا لموسى له يا موسى حط العصايه في البحر والبحر ايه؟ شق اتشق كده اهو في النص كده صح؟ اه وبعدين مين اللي بيعدي هنا بقى يا ميري؟ الشعب الشعب بيعدي صح؟ مم. الشعب بيعدي البحر صح؟ وبعدين ايه اللي حصل هنا بقى؟ فرون ح... وبعدين فرعون دي قرب خلاص هيروحلهم وبعدين موسى قال له دور الناحية دي اضرب البحر راح زي وقفل عليهم ايه البحر ده قفل على مين؟ على فرعون طب وبعدين ايه اللي حصل في الشعب بتاع شعب ربنا؟ شعب ربنا مات؟ لا لا شعب فرعون هو اللي مات شعب فرعون مات اه, آه. وشعب ربنا بقى جرى له ايه؟ ما حصلش في حاجه خالص عدى وما عادش خير ومبسوطين وقعدوا يغنوا ويرنموا صح؟ ترانيم جميله مش كده؟ وده ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ موسى شكر ربنا وقفل البحر تاني صح؟ اه إيه؟ وبعدين ايه اللي حصل بقى في الفراعنة بقى لما قفل البحر تاني بقى؟ ده كله دول مات ماتوا بقى صح؟ اه مم. مالي؟ ممكن اطلب منك طلب؟ نعم انا هسقف لك سقفة جامدة قوي 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 عشان خاطر انت بتحكي قصة حلوة قوي 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 بشكل فظيع بزت, 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 بزت. وتاكل تاكل تاكل فيها وتبوظ طعم التورته والتورته للاسف تبوظ من الحاجات الصغنطوطه الموجوده هنا هي عدم الطاعه ممكن تبوظ التورته الخصام ممكن يبوظ التورته اللي عند ان احنا نبقى عندنا عند كده ومش بنسمع حد غيرنا ودماغنا ناشفه برضو ممكن يبوظ التورته في الشتايم اللي بتعدي الحاجات البسيطه اللي بتعدي والكذب وطبعا عدم المحبة وعدم الطاعة كتير مننا يا أمامير أحيانا في حياتنا ممكن الحاجات الصغيرة دي نسيبها تعدي كده تعدي عادي بس هي في الحقيقة بتاكل حتة كبيرة من التورتة وممكن تبوظ التورتة ايه هي التورتة دي قبل عريف التورتة دي هي الحاجة الحلوة اللي بابا يسوع عايز يعملها في حياة كل واحد فينا بابا يسوع عايز يعمل حاجه حلوه في حياتنا زي التورته كده تبقى جميله وفيها صمر وعليها كريز بقى وتفاح وكمبوت وحاجات في منتهى الجمال انما احنا لما نسيب حاجات وحشه تخش وتعدي جوه التورته ممكن تبوظها زي الشتيمه وزي الكدب وزي الحاجات اللي احنا شفناها على التورته دلوقتي يا رب خلي الناس اللي بيكذبوا مش يجيب خالص عشان مش مش يزعلوا ربنا منهم يا رب خلي الناس الوحشين اللي بيحرفوا بيكذبوا بيعملوا اي شر يا رب مش يخليهم يعملوا كده تاني يا رب امين وخلي بابا ما يزعلش مني ولا ماما لا مش هيزعل ما يزعلش حايز... مني كل يوم ولا اعمل حاجات غلط هما هما مش هيزعلوا منك هما بيحبوك بس هما بيخافوا عليك هما مش بيزعلوا منك هما بيحبوك بجد صدقني؟ أنا بعمل حاجات غلط طب هقول لك حاجة أنا وأنا في الدبه وأنا صليت طب أنا هقول لك حاجة، هو أنت لما بتيجي تعمل حاجة غلط، أنت بتبقى عارف إنها غلط؟ آه عارف طب أنا هقول لك حاجة كل يوم أقول بابا أنا آسف أنا آسف يقول لي يا بتكرر تكرر الكلام ده تاني طب أنا هقول لك حاجة يا كيرلوس، أنت عارف إن بابا يسوع بيسامحنا ولا لأ؟ يا كيرو سامعني ولا لا؟ الو ايوه سامعني؟ الو سامعني ولا لا يا كيرولوس؟ مش خالص؟ اه مش كده سمعتك. طب كويس قوي بص بقى انا هقول لك حاجه انت عارف ان بابا يسوع بيحبنا ولا لا؟ اه وبيغفر لنا كل خطايانا كل خطايانا كل خطايانا صح؟ اه بابا وماما لما بيعملوا معاك كده بيبقى نفسهم ان انت ما تعملش حاجه تضرك بس هما بيحبوك قوي ما تخافش وتاسف حق... اعتذر لبابا وماما وكمان جالنا اس ام في منتهى الجمال احب اقراها لكم الحقيقه احنا لان وقت البرنامج دايما بيجري بسرعه كده معاكم يا اه ففي حاجات كتيره مش بنقدر اننا نقراها ونديها حقها في ان احنا نقدر نغطيها بس عايز اشكر الاول ليني وبعدين امير أمير بصراحة باعت حاجة لطيفة أوي بيقول ممكن تبعتوا لي السكايب بتاعكم علشان أدخلكم عندي في الليستة بتاعتكم أحب أقول يا أمير إنه ليش هيك موجود على الهوا وإحنا كمان كل يوم من الساعة 2 لغاية الساعة 12 ممكن تتصل بسات 7 على السكايبي بتاع سات 7 علشان تعرف تحكي معاهم اللي هو سات 7 تي في بس ده مش بتاع الكيدز أو مش بتاع ليش هيك ده لكل البرامج وعندنا كمان كارول مكرم وشيرين صفيان ونسرين نسرين بتقول إيه؟ هاي أنا نسرين من سوهاج وانا خايفة من المستقبل ارجوك تصلي لي باي باي ايه حكاية بيكو ده بالظبط ومين هو بيكو؟ دي بيكو الصحرفة بتاعتي دي ايه؟ دي بيكو الصحرفة بتاعتي يا يعني نهار ابيض استني استني بقى استني بقى استني بقى معايا استني بقى معايا عشان نشوف ايه موضوع بيكو ده وبعدين انا عرفت ان انت جاية بيه كده ومبسوطة وبتحبيه وكده صح؟ ده شيله عادي ولا اعمل بيه ايه؟ شيلي عادي شيله عادي؟ ده هو عاملة كده ليه بيكو دي؟ بيكو ده ده بياكل بيكو ده؟ ده بصي بصي ازاي؟ ازيك يا بيكو يا خرابي يا بيكو, بيكو. ايه ده ده هياكل ده بيكو يأكل عدسة ما تحكيش ما تخافش يا زازور خايف على فكرة ما تحكيش يا خايف احنا عندنا سؤال ليه ربنا سايبنا نعمل الخطية مع انه يقدر يوقفنا عن فعلها تاني ليه ربنا سايبنا نعمل الخطية مع انه قادر يوقفنا عن فعلها مرسي جدا يا سالي ويا جولي على السؤال اللطيف ده عايز اقول لكم ان ماريو نفسه حاول يجاوب على جزء من السؤال دلوقتي وبيقول انه يا رب يسوع انت مش بتغصبنا على حاجه. بصوا سهل قوي يا ولاد ان بابا يسوع يجبرنا يعني يخلينا نعمل كده. انت هتعمل كده يا ابو العريف وانت هتعمل كده يا ماريو وانت يا سالي هتعملي كده. ممكن رب رب بابا يسوع يعمل كده سهله يعني مش صعبه يعني بس بابا يسوع حاطط جوه كل واحد فينا اراده بيحترم رغبه كل واحد فينا يعني انا مثلا عايز اشرب المية او مش عايز اشرب المية عايز اعمل ده او مش عايز اعمل ده. لكن بابا يسوع حط جوه كل واحد فينا اختيار معين كل واحد فينا ممكن يختار الحاجة اللي هو بيعملها فبابا يسوع جه بنفسه على الأرض علشان خاطر يشيل عننا حمل الخطيه التقيل كلنا كنا زمان بنشيل حمل خطيه تقيل قوي 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 على قلبنا بابا يسوع جه على الصليب وودى الحلم ده الحمل ده وقع الحمل ده لكن كمان بابا يسوع يحب ان كل واحد فينا ما يغلطش وما يعملش حاجه تزعلنا قبل ما تزعل بابا يسوع، لان لو واحد فينا بيعمل حاجه غلط هيضر نفسه قبل ما يضر بابا يسوع، لكن لان هو بيحبنا قوي فهو نفسه ما نعملش خطيه، بس هو عاوزنا احنا نفسنا نقتنع ونآمن من جوانا ان الحاجه دي بتزعلنا وبتزعل بابا يسوع، وبتضايقنا وبتأذينا وبتخليه هو كمان يبقى متضايق وزعلان. فانا عايز اقول كده لسالي وجولي وكل الولاد اللي في بالهم السؤال ده بابا يسوع يقدر اذا كان هو قدر يشق البحر كمان بعصايه موسى زمان فيقدر يعمل كل حاجه في الدنيا بس بابا يسوع عاوز كل واحد فينا ياخد قراره بنفسه ولما احنا كمان نبطل نعمل خطيه لاننا بنحب بابا يسوع مش لاننا خايفين من بابا يسوع اوعوا تنسوا احنا بنحب بابا يسوع مش بنخاف منه واللي بيحب حد مش بيزعل معهم تغير المجتمع وكان عندهم موهبة العلم والمعرفة كلنا منعرفهم لأنهم مشاهير أو منتعرف على أعمالهم المهمة مثل المخترعين أو مننمي ذوقنا على الفن والرسم مع الفنانين الكبار أشخاص أثروا على المجتمع وكتب التاريخ بتحكي عنهم هلأ هل عنا الفرصة نعرفهم ونتعلم منهم ونسمع أفكارهم ويتنس جينيوس بتتابعوه على سات سافن كيدز بهالأوقات أحداث صارت مع شخصيات مميزة بالكتاب المقدس بتشاهدوها كلها بمسلسل شيق المقدس المصور على سات 7 كيدز بالاوقات التاليه بتحبوا تسمعوا تحضروا اغاني وفيديو كليبس بتحبوا تشاركوا بالتاكتن وتصوتوا للفيديو كليب اللي بيعجبكم او حتى تغنوا مع بول من الاستوديو ما غير تشاركوني أنا ماريان ضمن برنامج جلن نغني سوا بأحلى الأغاني الترانيم والفيديو كليبس بتشاهدو على سات سفن كيدز بالأوقات موجودة قدامكن في أريكة صغيرة تحلو الحياة أرقام جميلة تعيش مغامرات عادة الأرقام موجودة حتى نعدها ولكن هالمرة الأرقام موجودة حتى تتعاون لحل المشاكل أرقام مهضومين بتحكونا وعندهم دايما من لئ الحل نمبر جاكس بتبعوه على سات سفن كيدز بهالأوقات إنها الأرقام الجميلة إنها الأرقام الجميلة اهلا بيكم يا اصحابي في حلقه جديده من برنامجنا حياتي في كتابي انت تسكت خالص وما تقولش اي حاجه خالص انا كده واما انت فمتى صنعت صدقه فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك ايوه يا سيدي اي خدمه ايه هي الايه اللي ليها علاقه بالخوف لا دي حقيقه لان الله اقوى من اي حد بس بصراحه حاسس اني خايف خايف مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه حياتي في كتابي بتتابعوا على شاشة سات سفن كيتس بالأوقات التالية أيوة جولي زيك أنا جولي زي... أنا زي... إز... جولي زيك أنا <applause> جوي أنا مبسوط قوي صوتك حلو قوي في التليفون أنا أنا كويسة انا مبسوط قوي 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 ان صوتك حلو كده وعالي انت كويسه وبابا وماما كويسين انا انا, أنا بحب بابا يسوع وبابا يسوع بيحبك قوي 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 بابا يسوع قولي لي يا جوي النهارده لو نفسك ترنمي لبابا يسوع تحبي تقولي له ايه <applause> طيب ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني بس من التليفون يا جوي إن انا انا خلق بابا وماما بيديني حاجات كتيرة جميلة طب أنتي عارفه ان هو بيحبك قوي قوي ونفسه يسمع صوتك تحبي ترنمي حاجه لبابا يسوع دلوقتي يا جوي ممكن توطي بس التلفزيون وتسمعيني بس من التليفون ممكن يسوع <applause> مم. اكون زيك من فضلك خليني من فضلك خليني أتعامل منك ونحن من من لما يشوفوني يقولوني إبنك عايشان تفاوضاتي خلتني شبهك ايه الحاجات الحلوه دي وايه الترنيمه الحلوه دي يا جوي انا نفسي لما كنت صغير قد كده كنت بحب اسمع الترنيمه دي قوي 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 مرسي قوي قوي يا جوي وسلمي على كل الناس اللي في سلطنه عمان وربنا يبارك للبلد اللي انتوا عايشين فيها يباركها بيكوا يا امامير قلت بقى انت لما يعني واحد يبقى مزعلك ومضايقك هتضربه ولا تصلي له اصلي له امال ايه تضربه بالسيف دي عشان انا ما فهمتهاش كويس <applause> ايه 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 موضوع السيف ده فهمني بقى <applause> اه انت كنت بتهزر يعني صح؟ لا انا كنت فاتحة اه سوري إيه؟ ما كنتش بتهزر كنت أنا بص انا عندي الساعه دي بس لا افهم أفهم, افهم وريني الساعه دي ده اول ما بفتحها بعمل ايه ده ايه ده وريني وريني الساعه دي فين؟ يا نهار ابيض بص 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 وريها البيبو كده وريها البيبو كده ايوه ايه الساعه دي لا لا اقفلها الاول بقى حاسب الجيتار خلي الجيتار معايا ولما تحتاجوا اديهولك وري له بقى هنا الساعه دي بتعمل بيها ايه بالظبط تقعد تخبط عليها كده وبعدين ممكن مثلا في حد ناني يفتح ولا ايه لا امال إم ايه اللي بيحصل افتحها لنا بقى وريها لنا ايه اللي جوه ها <تك> وري <emerges> بس على فكره دي فاضيه وما فيهاش ارقام اصلا تعرف الساعه آه. ازاي لما لما بتيجي الساعه بفتحها بلاقي بلاقي اي ارقام ايوه يعني هي دلوقتي ما فيهاش بطاريه مثلا صح لا ما لا فيها بس ما بس ما فيهاش اه فيها بس ما فيهاش بطاريه يعني ما فيهاش بطاريه اه عليها تايجر اه اسمه ايه التايجر ده؟ انا هشوف الموضوع ما تعرفش اسمه ايه؟ ده مشهور قوي ده جميل ده كل الناس بتحبه طب انا هخليك تفكر في الموضوع وبعدين تقول لي احكي لي بقى بالظبط انت قلت لي ان انت ما بتخافش من حاجه خالص صح قبل ما تسجل ده منسجل. بقى اسمه بيجلت بيجلت صح وكمان في ويني ذا بو وفي حاجات كتيره قوي جميله صح؟ أوه. ده اسمه حلوين قوي طب قولي بقى انت قلت لي انك مش بتخاف من حاجه خالص صح أه. خالص بس لما بتخاف بتعمل ايه مم. بصلي لربنا امم وبعدين ربنا بيعمل ايه بقى يعني بي... بيعمل ايه يعني بيديك سيف بقى في ايدك ولا بيعمل ايه ربنا لا لا انا بصلي له وبعدين لما حد يصلح النور وهو مقطوع بيدي النور وانت مش بتخاف من جوه يعني مش بخاف طب والولاد اللي عندهم امتحانات دول وخايفين جدا هنعمل معاهم ايه دلوقتي؟ لازم نصلي لهم طب انت ممكن تصلي لهم ولا مش هتعرف؟ هعرف تصلي لهم عشان خاطر ربنا يبقى معاهم في الامتحانات؟ اه يلا نصلي طب سوا يا رب اشكرك يا رب عشان الامتحانات بتاعت الناس يا رب علشان هم ما يخفوش من الضلمة يا رب يا رب احنا بنصلي يا رب عشان انت تحافظ علينا يا رب يا رب احنا عايزين ان انت كون معانا يا رب امين 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 انت عارف يا بيرو انت شكلك مبسوط لما صليت صح ضحكت كده صح انبسطت صح لما صليت أوه. انبسطت ها <سؤال> 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 ايه ده ايه الضحكه دي استنى اجرب كده الناحيه الثانيه يمكن يكون استنى كده <سؤال> <سؤال> آه ايه ده الناحيتين بيعملوا مش عاوز الناحيه <سؤال> <سؤال> الثانيه كمان <سؤال> <سؤال> <applause> طيب سلامتك قول لي بقى انت كنت عايز تلعب ترنيمه او تقول لنا حاجه صح انت اللي قلت على فكره مش انا لا انا ما قلتش كده إيه؟ يعني في ترنيمة معينة مش عايز تقولها صح؟ لا أوه. في ترنيمة حلوة أنا ممكن أقولها إيه بقى اسمها إيه مثلا يعني؟ الرب هو الله أنت عارفها؟ آه أنت ماسك الجيتار ليه؟ أنت هتعمل بيه إيه؟ عشان أنا محتاجه عشان بعمل الرب هو الله هو الله طب امسك 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 يلا طب بقول لك إيه؟ قرابو يلا برافو علي صوتك شوية عشان مش سامع. ون باسمي إلهينا همم سنسعى الرايات وبخلاصه ستعلو التسبيحات برافو. باسمي إلهينا سنسعى الراية برافو وبخلاصه ستعلو التغنيمات، الرب هو الله برافو. هو صنعنا هايل. ونعم شعبه برافو نطوا بقى تعالى علي صحابي واقول ايه يا صاحبي يحبني على طول كده علي صحابي واقول يا صابي يحبني يا صاحبي يحبني يا صاحبي يحبني مجد نعليلويا هاي ابو العريف انا اسمي مارتينا وبحب البرنامج قوي بس عايز اقول لك حاجة مهمة اتفضلي قولي ايه هي الحاجات المهمة دي يا مارتينا بتقول انه الاطفال الصغيرين بيحبوا سات سيفن كيدز قوي دي حاجة حلوة قوي ومدرونا وماريا بيتفرجوا عليها ونفسهم ان هما يبعتوا اساميهم لسات 7 كيدز اه وصلت سات 7 كيدز ودلوقتي نفسهم كمان يشوفوا الاسامي بتاعتهم وهي بتتقال وشكرا قوي احنا نقدر نتاخر عليكم يا أمامير مامير ميرسي جدا لي ميدرونا ومرسي جدا لي ماريا وميرسي جدا لي مارتينا يا سلام كل الحروف تبتدي بالاكس مارتينا وميدرونا وماريا بقدر معاكم بالاف بالام طبعا بالام ده كلام ميرسي جدا لكل الامامير ممكن تحكي لي الصوره الجميله دي لان انا شايف هنا قطه في منتهى الجمال اسمها ايه دي اسمها سيسي دي اسمها سيسي؟ مم. مع شكلها بسبوسه قوي بس اوكي قولي لي بقى دي مدينه دي ولا ايه؟ لا دي دي بنتين ماشيين مع بعض مم. رايحين المدرسه بس المدرسه مش مش موجوده معاهم بعيده بقى صح في الصوره أوه. التانية في الحته التانية صح؟ لا مش موجوده مش موجوده حتى في الصوره التانية صح؟ حلوه قوي الصوره دي 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 عربيه كده ماشيه بس دي اوي قوي لا انا بحب ارسمها كده بقى صغيره صح؟ وده عصفورة دي عصفورة وده بقى بيت وده مبنى ايوه ايه عمارة كده ودي ايه شجرة ودي شجرة وورد انت انت جنة عشر اربعة ستة اربعة والاس اس على زيرو عشر أربعة ستة ستة أربعة ازيك يا جورج؟ زي. انت اسمك جورج ماجد صح؟ اه انت عارف ان احنا معانا واحد لذيذ جدا بيشتغل معانا فليش هيك اسمه برضو جورج ماجد اه يعني بيشتغل معانا كده وبيقعد يعمل حاجات لطيفه وبيتفرج يعني بيحط لنا كل الفيديوهات اللذيذه وبيكتب اساميك وبيعمل كل حاجه ممكن يا جورج تسلم على جورج قول له زيك يا جورج ابو ايوه حبيبي ازيك هو ليه أيوة. بابا ليه بابا يسوع عمل ايه اختار الصليب بالزيت حاضر هجاوبك على السؤال الحلو ده سؤال مهم جدا انت قصدك يعني هو ليه مات بالطريقة دي بس كان ممكن يختار طريقة تانية يا جورج اه حاضر هجاوبك السؤال ده برضو في الحلقات الجاية علشان انا عايز اجيب لكم صور كتيرة توضح بس هقولك اجابة سريعة يا جورج بس دلوقتي انه انت عارف بابا يسوع لما اتصلب اتصلب ايام الامبراطورية الرومانية يعني الناس اللي كانت بتحكم المكان اللي كان عايش فيه بابا يسوع اسمهم الرومان، اسمهم ايه؟ يا جورج؟ لا سامعني ولا لا؟ اه سامع بقول لك الناس اللي كانت بتحكم البلد اللي كان عايش فيها بابا يسوع زمان ايام ما اتصلب كان اسمهم الرومان، اسمهم ايه؟ أه. قول الرومان. الرومان 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 دول بقى كان ليهم طريقة تعذيب معينة يعني تلاقي كده في كل حضاره في طريقه معينه للتعذيب الرومان بقى كان طريقه من طرق التعذيب بتاعهم هي الصلب ان هم ياخدوا الشخص اللي عمل حاجه الغلط ويسلبوه لكن في الحلقه الجايه هحكي لك بالظبط بالظبط ليه بابا يسوع اختار الصليب بالذات ليه يا سيدي ويساعد عليك و الارض فقير <تسعن> اتعاقب بدالي ومش لعلك احبالى وبدلها هداني حب قلبي قلب كبير <تسعن> 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 اتعاقب بدالي مش لعلى احمالى وبدلها الدالي حب قلبي قلب كبير ليه <تسعن> لأن الله محبة لان الله محبة لأن الله ما حبة الله محبة لان الله, الله مح لما بغلط في حقه لما اجيله بتوبه وانا قلبي ندمان بينسى الخطيه ويمسح دم ويمسك ايديا ويخليني فرحان لان الله محبه لان الله محبه لان الله محبه الله محبه ودلوقتي احنا عارفين يوتيوب يوتيوب الموقع العظيم ده اللي بيبقى فيه كمية تلفزيونات وفيديوهات وحاجات كتيرة قوي ممكن نتفرج عليها فيه عايز اقول لكم ان البرامج بتاعة سات سيفن كيدز وكمان برنامج ليش هيك على الهوا بيبقى دلوقتي موجود على يوتيوب ممكن يا مخرجنا العظيم ننزل العنوان بتاعه هتلاقوه قدامكم دلوقتي على الشاشه يا امامير العنوان بتاع يوتيوب وهتلاقوا عليه كل الحاجات اللي انتم عاوزينها موجوده في سات 7 كيدز وحتى الحاجات اللي هي موجوده او الحلقات بتاعت ليش هيك اللي انتوا نفسكم انكم تشوفوها وفاتت مثلا عليكم او حد مثلا زي فيرنا او امور كده لذيذ قوي 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 جه معانا في الحلقه وما قدرش ان هو ياخد السي دي ممكن يلاقي الحاجات اللذيذه بتاعته موجوده دلوقتي وادي الشكل بتاع الويب سايت اللي بقول لكم عليه وبعدين لو دوسنا هنا عندنا ليش هيك وقصه قبل النوم ومن شاشه سات 7 كيدز وناجي شو وترانيم لو دوسنا هنا على ليش هيك هتطلعوا بقى كميه كبيره قوي 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 من الفيديوهات زي ما انتم شايفين وممكن ندوس على اي حلقه من الحلقات مثلا زي كده وبعدين الحلقه تشتغل بقى ونقعد نتفرج عليها ونشوف الحاجات اللي فاتتنا لو حد كان مثلا بعد سؤال معين ما سمعش اجابته او ما لحقش يسمع اجابته ممكن يشوفه ادي الحلقات موجوده يا امامير على الهوا ويا ريت يا ريت يا ريت تدخلوا تتفرجوا عليها وتبعتوا لنا كومنتات لطيفه عليها احنا هننبسط قوي واهم حاجه في الدنيا ان انتوا كمان تنبسطوا يا امامير اندوترا بتسيب بابا نويل ميرسي ممكن نغنيها مع بعض اه يلا ابتدوا

خلصته؟ برافو 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 الواحد بيخاف لما يكون لوحده مثلا قاعد في اوضه ضلمه او حاسس بان في حاجه بتهدده حواليه الحاجات دي بتخوف او بتضايق بس عايز اقول لك طول ما في جنبنا حد عمرنا ما هنخاف يعني انا لما كنت صغير مثلا كنت ببقى خايف من الضلمه فكنت اروح مثلا انام جنب بابا وماما لان كنت ببقى خايف اول ما انام جنب بابا وماما مش بخاف ليه؟ لاني عارف ان في حد جنبي وهو يقدر يبعد عني اي خطر عايز اقول لك ان احنا كمان محتاجين انه يكون معانا حد في حياتنا ماشي معانا على طول بالذات علشان موضوع الخوف ده. فانا عايز اقول لك انه بابا يسوع زي ما قال وزي ما قلنا دلوقتي هو الصديق الألزق من الأخ لازق فينا أكتر من أخونا وأكتر من أختنا، لازق فينا كده موجود معانا على طول. فأنا عايزك يا منيرفا دايما دايما ما تحسيش انك لوحدك. انا هستضيف دلوقتي يا منيرفا وعايز كل الامامير اللي بيتفرجوا علينا يصلوا علشان منيرفا وعلشان خاطر نفسهم وعلشان خاطر كمان اهلهم وعلشان خاطر اصحابهم اللي هم بيحسوا ان هم بيتضايقوا من موضوع الخوف لان بابا يسوع جنبنا وما دام هو جنبنا اكيد عمر ما حاجه ابدا ابدا هتيجي تلمسنا زي ما كان بيرنم كيرلس الترنيمة اللذيذه دي من شويه يلا بينا نصلي لمنيرفا وكل الناس اللي بتحس بالخوف يا رب يسوع أنا بشكرك من كل قلبي بجد لأن أنت عايش جنبنا وقريب أوي مننا يا بابا يسوع. أشكرك يا رب يسوع بجد علشان أنت صديق ألزق من الأخ يا رب يسوع. قريب جدا جدا لينا وعارف دقات قلبنا وعارف عدد شعر راسنا. بشكرك أوي أوي يا رب يسوع أنك جنبنا وأشكرك كمان أن أنت قلت يا رب يسوع لا تخافوا. لا تخافوا مكتوبة كتير أوي أوي في الكتاب المقدس علشان أنت بتأكد علينا دايما إننا عينينا تبقى عليك ونرفع نعمة على الأرض. أنا بصلي يا رب عشان وعلشان كل الولاد اللي بيحسوا بالخوف انت يا رب يسوع بدل الخوف ده بحضورك انت وبوجودك انت في حياتهم يا رب يسوع انت حبيبي الولاد الصغيرين اشكرك امين عايزكم كمان ما تنسوش حاجه مهمه جدا 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 شايفين الصوره دي الصوره دي تقريبا هي اقدم صوره على المنشر ومش بحب اشيلها خالص نحب دايما دايما ان تكون موجوده كده جنبنا وتبقى لذيذه قوي الصوره دي زي ما انتم شايفين بابا يسوع واخدنا في حضنه وبيخاف علينا اوعى تنسوا ان هو دايما بيعمل كده معانا فمحدش يخاف اول ما حد فيكم يخاف يفتكر الصوره دي على طول يفتكر يفتكر احنا قد ايه غاليين على قلبه وهو جنبنا في كل وقت وفي كل حين مين اللي اخترع البلاستيك وبيتعمل من ايه عندك اجابه للسؤال ده مين اللي اخترع البلاستيك تفتكر مش عارف يعني ما متفكر فكر كده مره مثلا مين مثلا ممكن يكون اخترع البلاستيك مثلا مين مثلا إيه. واحد اسمه ايه مثلا اخترع البلاستيك ده ممكن يكون اسمه ايه مثلا يبقى انا هقول بقى تحب تسمع الاجابه مني؟ اه بص بقى يا سيدي أوه. الاول كان في راجل زمان خالص خالص اسمه الكسندر باركس اسمه ايه؟ الكسندر باركس برافو عليك انت انت انجليزي زي الفل عارف هو الراجل اللي شايفه قدامك في التلفزيون ده اسمه الكسندر باركس اسمه ايه؟ الكسندر باركس بص شكله غريب قوي صح كده بس أوه. راجل انيق لابس كويس صح؟ اه الراجل ده بقى من زمان خالص 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 اخترع حاجه اسمها ايه؟ يعني عمل حاجة اسمها باركنسين على اسمه، حاجة اسمها ايه؟ باركنسين برافو عليك أنت حافظ ولا إيه؟ باركنسين ده بقى يا غبي عمل إيه؟ مسك المادة اللي هي الباركنسين دي وقعد يحط عليها أحماض معينة أحماض معينة أحماض معينة لغاية ما عمل حاجة شبه البلاستيك. الحاجة دي تفضل كده عاملة لينة كده وتروح وتيجي معانا زي الصلصال وأول ما تنشف تمسك في بعضها كده، يعني تفضل إن هي إيه؟ رايحة جاية رايحة جاية وأول ما تنشف تمسك في بعضها. عارف الكلام ده كان سنة كام؟

برافو عليك برافو عليك تيك يا ساندرا ساندرا <applause> ايمن عامله ايه يا ساندرا انت كويسه بحبك قوي. وانا كمان بس ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني بس من التليفون عايز اقول لك البطل بتاعك ايه مين البطل بتاعك مين البطل بتاعك يا ساندرا مين ساندوره مين البطل بتاعك ايوه وطي التلفزيون واسمعيني بس من التليفون ايوه سامعاني ولا لا ايوه يا ساندرا سمعاني ولا لا؟ سمعني. قوليلي لي بقى انت بتقوليلي البطل بتاعك مين هو البطل بتاعك؟ أه. ايوه أه. برافو عليكي دي الايه بتاعت الاسبوع اللي فات كويس قوي قوي ان انت فاكراها استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني قوليلي يا ساندرا انت عندك كام سنه؟ عندك كم سنه يا ساندرا؟ قولي لي ترنيمه بس الاول قولي لي انت <applause> يا سوره عليا عندي لهم بركات لانني هؤلاء السماوات ها رب المجد انت رب المجد إيه اي آه 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 سي واو عين بيحب الاطفال, بيحب الأطفال. انت مين ميري ازيك يا ميري ميري ممكن اسالك سؤال نعم انت ازاي انت ازاي انت ازاي بتعملي الحاجات الحلوه دي يعني انت ازاي بتقري قصص حلوه دي ازاي بتعملي لي كده ماما ماما لبنت حكايه موسى دي؟ ما احنا هنقراها بس استني الاول نطفي شجره الكريسماس اللي في وشك دي ممكن؟ هي اصلا هي نص اصل ايه بس بس؟ هي نطفيه طب ممكن تديها بقى؟ طب. يلا 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 ايوه ميرسي ميرسي هاهاها <applause> ميري اعملي باي باي عشان كل في نفسهم يشوفوكي هاهاها <applause> يا سكر يا مرموري انت عندك كام سنه يا مرموري؟ 30 سنين ونص وحوالي شهرين وحوالي شهرين انت مش متاكده يعني تلات سنين ونص ويمكن شهرين صح؟ حوالي شهرين حوالي شهرين بالظبط يعني ولا لسه شوية. اه لا حوالي شهرين طب انا عايز اقول لك حاجه دلوقتي وانت جايه وانت جايه عملتي حاجات في منتهى الجمال وجبتي حاجات كتيره قوي 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 معاكي صح؟ اه طب ممكن توريني انت بتحبي تعملي ايه علشان ماما كده قعدت جايبه شنط كتيره قوي بس احنا عشان وقت البرنامج بيعدي بسرعه واحنا عايزين نتفرج عليكي ونشوف انت بتحبي تعملي ايه عشان انت عسوله قوي دلوقتي انا هقرا الحكايه دي عايز تقري الحكايه الاول؟ اه ولا تحبي نعمل بازل الاول؟ طب خلاص هنعمل البازل وبعدين نحكي دي ولا نحكي الحكايه الاول لا نعمل طب استني 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 قربك شويه من البازل عشان نعرف نعمل الحاجات الحلوه دي با با بام با بام با بام. ايوه كتب. ايه ده الضحكه دي قولي لي بقى انت قلتي لي ان انت استني بس انت بتغني اغنيه غريبه وانت بتعملي الحاجات دي صح اه ايه الاغنيه الغريبه 1 2 3 4 5 1 سايكو ده فشل لايف six, seven, eight, nine, ten. Then I let it go again. برافو يا ميري ممكن تكملي الاغنيه الغريبه انت بتقولي جو اجان فهميني بس الاغنيه دي معناها ايه في الاول و... go again. تالي فورم تحط في اللي بعدها صح go again. ايوه و... Six, seven, and nine, ten. Then I let it go again. Provo, Marwan. not let it go because it bit my finger. So which finger did it bite? This finger on my right. Eh? Whoa, da? Subha didn't hear me. Subha, what happened to Subha? عضتني هنا مين اللي عضتك هنا؟ سمكة انهي سمكة؟ اللي في الاغنية صح؟ اه يعني انتي كان معاكي سمكة في الاغنية؟ ها بس 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 هي بس هي مش حقيقي انا بمثل انتي بتمثلي؟ اه يعني بز... انتي مش ميري؟ لا انا ميري انتي مش ميري لا انا ميري انتي مش ميري انتي بتمثلي انتي مش ميري لا انا ميري بس السمكة هي اللي بتمثل عضة صباي ده يعني السمكة اسمها ميري؟ لا انا اللي اسمي ميري انتي اسمك ها... ميري؟ اه هي اسمها سمكة اسمها سمكة هنا هنا طب وريني صباعك بقى كويس دلوقتي ولا هو بقى لسه موجوع وفي عضة؟ لا لسه بقى كويس يبقى احسن شويه صح؟ اه يعني هي الاغنيه بتحكي عن السمكه اللي عضت صباعك اه وهي بتعض صباعك انت عملتي البازل اه عشان الاغنيه دي بتاعت البازل ده الاغنيه دي بتاعت البازل ده يعني لو جبنا بازل تاني ليه اغنيه تانيه اه ايوه يا بتتكلمي منين؟ بتكلم <applause> من اه من البيت صح طب ماشي بلاش السؤال ده عندك كام سنه سبع سنين سبع سنين مم. هو انت ماريا شادي حليم مم. اه ايه يعني هو انت صاحبه الصوره مم. طب كل سنه وانت طيبه مم. عن امبارح ك... 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 كان سبع سنين صح كملتي سبع سنين امبارح صح اه استني, استني 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 طلع صورتك على الهوا تعالى بيبو تعالى تعالى اوريك الصوره الحلوه اهي 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 عشان الولاد يعرفوا احنا بنكلم مين على الهوا ايه ماريا ايه ماريا قولي لي يا ماريا في جات لك هدايا امبارح ولا لا؟ ها؟ جات لك هدايا في عيد ميلادك ولا لا يا ماريا؟ انا عايز اقول لك ترنيمة اه ماشي قولي ترنيمة يا ماريا كنت عايز اعرف ايه اخبار عيد ميلاد قولي ترنيمة اقدر اقول لأبويا ايوه اقدر اقول لحبيبي اقدر اقول أبويا أبويا. لحبيبي اقدر اقول لحبيبي اقدر <applause> اقول له هاي وابويا وحبيبي برافو يا ماريا برافو ميرسي قوي قوي على الترنيمه الحلوه دي وكل سنه وانت طيبه وعيد ميلادك بقى السنه الجايه تيجي تعمليه هنا في سات 7 كيدز اتفقنا؟ باي باي يا ماريا النهارده مع ابو سمره سكره هنجاوب سوا على كل الاسئله اللذيذه دي هنحاول طبعا ان احنا نجاوب على كل الحاجات الحلوه اللي انتوا كنتوا بعتوها عشان نتعلم اكتر ونعرف اكتر اليس الله هو ابانا؟ طبعا ونحن أبناؤه أيوة إذا سؤال بقى لماذا يكون هناك ناس ليسوا ناجحون أو فقراء مع أن مع أن هؤلاء الناس يصلون دائما لتغيير وضعهم أتمنى أن تجيبوني عن سؤالي وأنا أنتظر ردكم بفارغ الصبر من الصديقة حنين سمعان مرسي أوي قوي أوي أوي قوي أوي يا حنين على سؤالك ده وعشان أبسط لكم السؤال كده يا أمير حنين بتسأل وتقول ليه في ناس كتيرة بتبقى حالتها كده ممكن يكون فيها مشاكل وبيبقوا زعلانين ومتضايقين وممكن يكونوا مش ناجحين في حياتهم او بيكونوا بسطاء او معهمش فلوس كتيره زي ناس كتير مع ان في ناس كتيره تانيه بتصلي لهم شوفي انا هقول لك على نقطتين يا حنين في السؤال ده اول حاجه انه احيانا كتيره قوي الخطيه او الحاجات الغلط اللي دخلت العالم في ناس كتيره قوي بتدفع ثمنها حتى احنا حاجات كتيره قوي بتحصل في الدنيا ممكن يكون احنا ملناش يد فيها خالص بس انا عايز اقول لك انه احنا احيانا بنضطر ندفع الضريبه دي او ندفع الحاجه دي كلنا شركاء الناس الكويسه اللي بتقدر ان هي تعمل حاجات حلوه تبسط الناس اللي حواليها ده بيخلي كل الناس مبسوطه ومرتاحه لكن في ناس كتيره تانية ما بتقدرش يا حنين ان هي يبقى عندها فلوس كتيره او او حاجات كتيره تشتري بيها حاجات تبسطها او تريحها إحنا دورنا يا حنين لأن إحنا ولاد بابا يسوع وهم كمان ولاد بابا يسوع إن إحنا نصلي لهم ونرفعهم حتى لو الموضوع ده ودي النقطة التانية يا حنين خد وقت كتير أو يمكن ما كناش شايفين حاجات بتتحرك بسرعة وليه الناس لسه زعلانة؟ وليه الناس لسه ما عندهاش فلوس؟ وليه الناس دي بتشتكي؟ إحنا دورنا إننا نصلي ونرفع كل الناس دي وخلي بالك بابا يسوع نفسه يا حنين لما كان هنا على الأرض كان بيعاني من نفس الآلام دي وكان بيحس بأوقات الضعف اللي كلنا بنحس بيها بابا يسوع لما كان على الارض ما كانش عنده قصر كبير ولا كان غني قوي لكن هو كان بيدعي الناس عشان الغنى الحقيقي علشان كلهم يدخلوا معاه كده في علاقه بجد ويحبوه بجد عشان هو كمان يقدر يوري الحقيقه ويقدر يوري لهم الحب اللي هو طالع منه وبيروح لهم عشان هما كمان يقدروا يطلعوا الحب ده لكل الناس اللي حواليهم وكل اللي انا طالبه منك يا حنين ان انت تساعدي الناس بانك تصلي لهم لو قدرتي طبعا انك تعملي حاجات كتيره قوي تساعدي بيها الناس زي انك تساعدي حد بجد بانك تديله حاجه هو عايزها تشرحيله حاجه هو مش فاهمها تساعديه في انك تعدي حد مثلا شارع معين او او توصلي حد لمكان معين ما توقفيش يا حنين كلنا احنا اولاد نور وبابا يسوع جه علشان يكون لينا حياه ويكون لينا افضل فيا ريت يا حنين انت وكل الامامير اللي بتفرجوا علينا دلوقتي يحاولوا يساعدوا كل الناس اللي حواليهم بابا يسوع بيسمع الصلاة زي ما كانت أغابي ومريم بيصلوا من من دقيقة واحدة هما بيصلوا عشان تيتا بابا يسوع عاوز يسمعنا واحنا عندنا إيمان وعايز أقولك إن بابا يسوع عينيه مش بتتقفل أبدا بابا يسوع مش بينام بيفضل دايما دايما سامعنا وهو عارف كويس قوي فين الحاجات اللي بتضايقنا وعارف كويس قوي فين الحاجات اللي بتتعبنا وهو دايما جه علشان يكون لينا حياة ويكون لينا أفضل أنا عارف إن في أوضاع كتيرة بنشوفها حوالينا مش بنبقى مبسوطين منها ناس حروب بتحصل صورات بت... بتبقى موجودة في الحياة حاجات كتيرة بتتعب قوي بس صدقوني بابا يسوع يا حنين قال ثقوا أنا قد غلبت العالم وقبل كده بيقول في العالم سيكون لكم ضيق فبابا يسوع عارف كويس قوي أن الحياة هنا على الأرض مش سهلة لأن هو كان موجود هنا في وسط العالم اللي احنا عايشين فيه وتألم وتعب قوي 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 يا حنين فأنا عايز أقولك أن أنت اسمك حنين يعني في حنان كده وتقدري تحني على الناس وعايز اقولك ان اكتر حنان او حنيه تعرفي تعمليها يا حنين هو ان انت بجد تذكري الناس بإيمان شديد في الصلاة بتاعتك وأنا عارف إن بابا يسوع هيستخدم كل الحاجات دي. ميرسي أوي 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 بجد يا حنين على السؤال الحلو ده، سؤال عميق كده ما يجيش من أمورة صغنطوطة يجي من حد كده مخه كبير لذيذ. إن موسى عندها حوالي 200 عين. هفهمك دلوقتي إيه المقصود. بص يا سيدي، أنت عارف الدبانة بيبقى شكلها إيه؟ الدبانة بيبقى عندها عين حمراء وعين حمراء، لكن لو ركزت جوه العينتين دول يا ساهر هتلاقي ان العين الواحده متكونه من عشرات وعشرات العيون الصغيره، هفرجك دلوقتي حاجات في منتهى الاهميه هتورينا بالظبط ازاي العينين بتاعت الناموسه دي بتشتغل. الاول تعالى سوا نبص على شكل الناموسه اساسا عامل ازاي، بص يا ساهر بص ادي الناموسه. طبعا دي صوره كبيره جدا للناموسه وده الجلد بتاعنا. ده الجلد بتاعي مثلا او الجلد بتاعك او الجلد بتاعنا كلنا وادي النموذج، شايف مطلعه من هنا ايه مطلعه ابره كده وغرزاها جوه الجلد بتاعنا وعماله تشرب في الدم بتاعنا تشرب في الدم بتاعنا عشان كده تلاقي البطن بتاعتها مليانه 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 دم ملادم وطبعا دي حاجه كوي... حاجه مش كويسه وهي اساسا بتنقل امراض كتيره باللي هي بتعمله ده بالذات مرض وحش قوي اسمه الملاريا فياريت دايما نحط الدواء بتاع الناموس جوه الاوض علشان نهشها بالليل ونغني الاغنيه الشهيره امشي يا ناموسه يا مفعوصه ما تقرصنيش تعالى سوا بقى نخش على الصوره اللي بعدها ونشوف ايه الموضوع اولا قبل ما نقلب الصوره دي عايز اقول ان ادي العينين بتاعتها شايفها عشان تركز كويس قوي هنعمل دلوقتي زوم وهندخل جوه الشكل ده عشان تشوف بالظبط ايه الموضوع بو آه ها. شايف الصوره الصعبه دي؟ ادي الابره اللي بتحطها الناموسة جوه الجلد بتاعنا عشان تشرب الدم وادي العينين بتاعتها شايف مختلفة خالص عن العينين بتاعت الانسان العين بتاعت الانسان واحدة يمين واحدة شمال وفيها نني واحد كل نقطة من النقط دي عبارة عن عين والعين دي على فكرة كلها كده بيبقى اسمها عين مركبة وبيبقى فيها اكتر من مية او مية وخمسين عين في كل حتة علشان تعرف تشوف كل حاجة من كل الزوايا المختلفة تعالوا نخش الصورة اللي بعدها ونشوف باو اه ادي لقطة اكتر قريبة اكتر اكتر يا ساهر تبين قوي كمية العينين اللي عند الناموسة خلي بالك ان ده نص وشها بس اساسا يعني هي عندها نصين نص في وشها ده النص بتاعها بس في كمية العيون العجيبة اخر صورة معانا النهاردة هنخش بقى جوه العينين دي باو آه, آه, آه. شايف شكلها عامل ازاي؟ كل دي عباره عن عدسات صغيره غريبه قوي 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 موجوده جوه الجزء الواحد من الوش بتاع الناموسه. يبقى فهمنا من كل الكلام ده يا ساهر يا امور انه الناموسه عندها عين واحده كبيره قوي 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 على راسها. اسمها كومباوند اي او عين مركبه، بتتركب من ايه او بتتكون من ايه؟ بتتكون من عشرات النقط الصغيره اللي كل واحده فيهم عامله زي الكاميرا او عامله زي العدسه. وبيبقى كل العينين بتاعتها دي محطوطه على كل راسها علشان خاطر تشوف كل حاجه من هنا لغايه هنا، انت عارف العين بتاعتي مثلا دلوقتي وانا قاعد في الديكور ما يعني موجوده مثلا تجيب مثلا من هنا لهنا كده بس يعني ما اقدرش انا اشوف ايديا كده ما اقدرش، لكن الناموسه بتعرف تجيب زاويه اكبر من كده وفوق وكل حاجه علشان هي عندها عينين كبيره قوي 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 يا سهور ادي اه الشمس ادي آه النجم اللي هو الشمس الكبيره قوي اللي هو بيشكل اكتر من 98% من مساحه المجموعه الشمسيه او السولار سيستم بالانجليزي ولو انت ركزت هتلاقي عندك كده مجموعه من الكواكب حوالين الشمس وكل كوكب ليه دايره معينه كده بيلف حواليها والدايره دي اسمها مدار او اسمها اوربت بالانجليزي وبعدين هما كده من الاول ده اسمه كوكب ميركوري وبعد كده فينوس وبعد كده الارث اللي هو الارض وبعد كده اللي هو مارس وبعد كده اه 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 هقول لك انا اصلا بحاول افتكر اه ده ميركوري وده جوبيتر اه وبعد كده ساترن ويورانوس وبلوتو في الاخر خالص اللي هو عامل كل المشكله دي عايز اقول لك ان اخر واحد بقى خالص لو قلبنا الصوره اللطيفه دي وعملنا كده اتن اه ها 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 هتلاقي انه في كواكب كتيرة قوي زي بلوتو بصوا صغير قوي 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 بالنسبه لنيبتون والاحجام الباقيه كلها عشان كده حسوا انه ايه ده بلوتو كده شكله ما ينفعش يبقى كوكب ده نشيله ده ولا ايه وبعدين اكتشفوا انه مش بس بلوتو هو اللي صغير ده في كميه كواكب تانية موجوده في المجموعه الشمسيه صغيره جدا برضو زيهم زي بلوتو بص ده في واحد مثلا اسمه 2003 يو بي 313 ده كوكب مثلا وبعدين في كوكب غريب جدا هنا اسمه سيرز مثلا فهم قعدوا يقولوا طب هو يبقى كوكب ولا مش كوكب يبقى كوكب ولا مش كوكب فانا عايز اقول لك انه احيانا كتيره جدا في ناس لسه ما ركزتش وعرفت بلوتو هل هو كوكب ولا لا وعايز اقول لك انه في الصوره اللي بعدها اساسا اساسا اخر كوكب اللي هو بلوتو ده في كواكب كتيره جدا حواليه او حاجات كتيره شبهه ممكن هم كمان يبقوا كواكب يبقى احنا مش ممكن نبقى بس ثمن مجموعه شمسيه ثمن ثمن كواكب ولا تسعه ممكن نكون اكتر بص يعني في حاجه اسمها ايدس وسيدنا واركس وفارونا وحاجات كتيرة قوي 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 كلهم قد بلوتو علشان كده العلماء قعدوا يفكروا طب يا ترى بلوتو ده كوكو ولا مش كوكو كوكو ولا مش كوكو ولغاية النهاردة الحقيقة يا جورج ما قدروش يعرفوا بالظبط 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 هل هو كوكب ولا يعني مش كوكب قوي 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 ايه الصورة دي؟ <applause> كاميرا الكواكب من هو مخترع السيارة؟ ميرسي قوي 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 على هذا السؤال اللذيذ اللي دمه زي العسل وقبل ما نجاوب على السؤال اللطيف ده عايز اوريكم الحقيقه شويه حاجات في منتهى الغرابه انا لما شفتها نفسي ما صدقتش اول حاجه عايز اقول لكم انه كان في واحد لطيف قوي 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 اسمه آه فيرديناند آه فيربست اسمه كده فرديناند فيربست وهو كان كاهن يسوعي جزويت يعني يعني طبعا كل الناس اللي بيبقوا في مدرسه الجزويت بيبقوا مبسوطين ومنهم صديقي روني طبعا بيتفرج علينا او ما بيتفرجش يقول يا للهول وعنده حاجات كده الراجل ده كان بيخدم في الصين والصين بقى كانت زمان خالص خالص كان فيه ما كانش فيه بقى وسائل مواصلات وكان فيه مشكله الراجل ده اخترع حاجه لطيفه جدا جدا سنه 1672 عمل حاجه شكلها لطيف قوي عايز افرجكم أفرج افرجها لكم يعني الاول عايز اوريكم بس صورته عشان هو صورته في منتهى الغرابه يا ريت نبص سوا هنلاقي ادي الصوره بتاعه الاب الكاهن اللي هو فرديناند ديربيست فيرناند فيربيست كان طبعا شكله لطيف زمان ما كانش عندهم الصوره اللي هم بياخدوها بالكاميرا فكانوا بيرسموا الرسم الغريب ده الراجل بقى اخترع حاجه في منتهى اللذاذه اخترع عربيه بتمشي بالبخار شكلها غريب قوي اهي بيو اه طبعا شكلها في منتهى الغرابه ما حدش اساسا يصدق يعني حد مثلا ممكن يفتكر دي قدره فول وتحتها مثلا حاجه ممكن ناكل عليها او كده شكلها في منتهى الغرابه ودي كانت فعلا اول عربيه اخترعها الاخ فيرناند فيربيست وبعدين دي صورة تانية من الصور اللي بعد كده بقى عملوا عليها موديلات تانية وهم الفرنساويين في واحد اسمه كونيو كونيو هو اللي فكر واخترع وطور شوية العربية بتاعت فرناند فيربيست وادي صورة تانية للعربية العجيبة اللي بتشتغل بالبخار المهم بعد كام سنه في الموضوع ده كان في راجل كده لطيف جدا خواجه الماني دمه خفيف قوي 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 اسمه كارل بنز وعايز اقول لكم ان كارل بنز ده ما كانش بيفكر لوحده ابدا 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 كان في واحد معاه اسمه دايملر كرايسلر عشان كده دايما في عربيات اسمها بنز او اللي هي مرسيدس بنز وفي عربيات اسمها كرايسلر هم دول الناس اللي اخترعوا مش بقى العربية، احنا عرفنا اللي اخترع العربية هو فيرديناند فيربيست أو هو اللي اكتشف أو اللي ابتدى شكل العربية، إنما هم اخترعوا أول محرك بيشتغل بالبنزين، احنا قلنا إن فيرديناند فيربيست اخترع العربيه اللي بتشتغل بالبخار عشان كشوفنا شفنا القدره وفيها تحتها كده يعني حاجه بتغلي وهي تقعد تغلي بالميه وكده انما هما الاثنين بنز وكرايسلر دايملر و... انا اسف دايملر وبنز هما الاثنين اللي اخترعوا العربيه اللي هي بتمشي بالبنزين واول قبل كده ما نشوف بقيت السؤال تعالوا نشوف سوا الناس دي كان شكلها ايه احنا شفنا فرناند فيربيست كان شكله ازاي لكن لو بصينا هنا هنلاقي شكل فيه منتهى اللطافه للناس اللذيذه دول هم هما بنز وكمان دايملر ممكن نبص عليهم يا شيكو يا شيكو اه جايبه من ورايا وانا اقول يا اخي مش معقول شكلهم غريب قوي ادي هو ده بنز وهو ده دايملر وبعدين هما الاثنين بقى متصورين طبعا ايه يا سلام في الصورة اللذيذة الجميلة بتاعتهم في العربية وهي دي كانت أول عربية اخترعوها وكانت فعلا بتشتغل بالبنزين بس يبقى احنا دلوقتي يا أمامير اتفقنا انه ذيربيست سنة 1672 هو اللي اخترع العربية اللي كانت بتمشي بالبخار وبعد كده كونيو زبط شوية حاجات فيها وبعد كده سنة 1885 اخترع بنز ودايملر كرايسلر دايملر بس من غير كرايسلر كرايسلر كراي... الألمان بقى أنت عارف جون بون يعني كده بيتكلموا كلام كبير شوية مع بعض، هما الاتنين اللي اخترعوا أول عربية بتمشي بالمحرك اللي بيشتغل بالبنزين، إزاي يا أبو العريف الشوكولاتة بتتعمل؟ آه 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 جيت عند الحتة اللي بتوجع، شوكولاتة، لسه بنتكلم عن إن احنا نخلي بالنا من أكلنا عشان نبقى نشطاء وكويسين نشيطين لكن هنتكلم عن الشوكولاته. عايز اقول لك ان الشوكولاته دي اكتشفوها من زمان قوي 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 الناس اللي كانوا عايشين او كان النبات اللي هو بيصنعوا منه الشوكولاته اللي هو اسمه نبات الكاكاو، هنشوف صورته بعد شويه على الشاشه النتاشه. النبات ده بيبقى موجود في حته اسمها امريكا الوسطى اللي هي عند المكسيك وتحت المكسيك بيبقى بقى كوبا والبرازيل والارجنتين والحته دي يا كيرو. وبعدين النبات اللي هو بتاع الكاكاو هو ده اللي بيبقى جواه بذور الكاكاو اللي بعد كده بياخدوها يسخنوها ويحمصوها وبعدين يزودوا عليها الحليب او يزودوا عليها بعض الاطعمه الثانيه ويحطوا معاها كمان البندق او يحطوا معاها الزبيب علشان يعملوا الشوكولاته. لكن قبل ما نوصل للفورمه الاخيره بتاعه الشوكولاته تعالى مع بعض نمشي كده برحله سريعه جدا في الصور ونشوف نبات الكاكاو اللي بيتزرع على الشجر ده شكله ايه وبيتعمل فيه ايه؟ بص على الشاشه كده باااااص ادي الشكل بتاع زهرة الكاكاو ادي الشجرة وبيبقى هنا حواليها ظهور بز... الكاكاو لو جينا فتحنا واحدة من دول بيو كده اهو هنلاقي جواها حاجات غريبه جدا هي دي بذور الكاكاو طبعا بتبقى بيضه خالص خالص في الاول كده لكن بعد كده بتتاخد وتتسخن وتتحمص علشان تعمل بذور الكاكاو باو وادي بيبقى شكل بذور الكاكاو زي ما انت شايف من بعد ما يفتحوا دي وشوفنا الحته ازاي بتبقى بيضه من جوه بياخدوها ويحمصوها علشان تعمل كده وبعد كده بيسيحوها ويحطوا عليها كل الحاجات اللي انت عاوزها بقى يحطوا بقى عليها بقى لبن يحطوا عليها بقى اطعمه معينه يحطوا عليها حاجات كتيره قوي قوي ويسيحوها زي ما انت شايف دلوقتي يعملوا منها بقى الشكل الايه اللي هو الواحد يبص عليه ده ويبقى مش قادر خالص يبقى عايز يخش ياكل التلفزيون من كتر الحاجات الحلوه اللي بتبقى ماشيه ويعملوا منه بعد كده اشكال في منتهى اللذاذه نقيت لك شكل لذيذ بما ان احنا في مصر هنشوف شكل لطيف من الشوكولاته بيو الاهرامات تخيل ان هم بيعملوا كده ايه شكل الشوكولاته انه اهرامات والواحد ممكن ياكل هرم عايزكم تبصوا كده يا ام امير على الشاشه وتشوفوا كسبتوا ايه مبروك ربحتوا معنا تيشيرت تقدمة برنامج ليش هيك؟ انا عايزه اقول ترنيمه ثانيه اه ترنيمه انت بتحبيها قوي مش عارفه يعني. اقول ترنيمه شوفي شوفي في كتير مثلا في وريني كده انا عايزه اجيب الترنيمه اللي انا عايزه يلا طلعيها عشان عايزه اسمعها حالا برم بام بام فرام ايوه ايوه يعني واحده من كانت حلوه تعالوا اولاد تعالوا اولاد تاني ماشي تعالوا اولاد تعالوا أولا انا بحبها قوي دعوا الاولاد يلا <صحيص> ايه ده يلا قولي أيوة أيوة لا ما انت ما انت بتروح يمين وشمال هيجي معاك يمين وشمال ايوه اقعدي بقى قولي لي اوعي الورق كان لا ما حصلش حاجه عادي مش هيتكسر ما تقلقيش قولي لي بقى من فضلك يلا ممكن نرنم التانيين مع بعض يلا ايه ده هقول واحد اتنين تلاته هنرني بتكركب معايا بتكركب معاكي؟ لا مش هكركب ولا حاجه ده هو كويس كده اهو بس سيبيه في حاله هيبقى كويس مش هيكركب معاكي خالص يلا واحد اثنين ثلاثة. كمان إيه. مره هتقولي تنيمه هتنيها طيب طب اتنيها هتساعدك في التنيمه انا بتنيها طب اتفضلي حضرتك اتنيها تقولي انت يا حكايه الكراسه يا بوظها بجد يلا قولي اتفضلي حضرتك قولي ضربتك في ايديا لا 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 ده عادي 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 ترابيزه 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 قولي اتفضلي قولي اتفضلي قولي الترنيمه دعوا الاولاد ياتون اليك عند لهم بركات لان المثل يا اولاد أولا ملكوت السماوات ايوه رب المجد اكل وعين بيحب الاطفال يا سلام ي سي, سي واو عين بيحب الاطفال برافو واحنا كمان بنحبه لان دفينا على الصليب وفر الدم الطاير عنه وهو قاعد حبيب عبر مجدي سي واو عين بيحب الاطفال برافو كي سي واو عين بيحب الاطفال برافو بس قف لنفسك نفسي. لنفسك نفسي. لنفسك <applause> جامد قوي مش عايز تقف نفسك يا تولين سألت نفسك انت قلتيها حلوه قوي 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 تقولين ممكن تساعديني نعلق شويه حاجات على المنشر حلوة؟ طب استني بقى معايا الاول معانا صور لطيفه جدا في ولد لذيذ عيد ميلاده النهارده ممكن ت... استني تعالى انزلك عشان تساعديني مع بعض خليك زي ما انت واحد اثنين ثلاثه بام اه ها ها. ايوه في كده استني عشان تساعديني بصي الولد اللذيذ ده اسمه يوسف قولي له كل سنه وانت طيب يا يوسف قولي له كل سنه وانت طيب يا يوسف عيد ميلاده النهارده النهارده السؤال الاسبوع اللي فات قولي له كل سنه وانت طيب يا يوسف اهو اهو قولي له كل سنه وانت طيب قولي له كل سنه وانت طيب يا يوسف ايه قولي له كل سنه وانت طيب يوسف كل سنه وانت طيب يا يوسف وبدعوا يا بوته علق صورته ولا تعلقي صورته انت <applause> على المنشر على انا علق طيب ماشي تعالي ممكن ممكن تعلقي دي وعلى فكره هو هنا معاه اخته اسمها كارول جميلة أوي الصورة دي يلا تعالى انسى يلا تعالى خدي 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 واحد من المشابك أيوة مش تنشر غسيل في البيت أيوة أيوة برافو حطيها ورا برافو عليكي هاي تعالى نحط صورته كمان هو وكارول تحت ممكن كل سنة تبع طيب يا يوسف تعالي بقى معانا نشوف بقية الصور إيه تعالى اتفضلي اتفضلي حضرتك اتفضلي اتفضلي بس أنا مش عارف برضه ليه مش عايز تقولي كل سنة طيب عايزين <applause> مش مش كده يعني مش ايه؟ انا اتقطعت لا لا مين إيه؟ بقى الصورة بتاعت مين؟ انا لا امسكيها كده بتاعتي مش تمسكيها مش هتعرفي تمسكيها انا مش هتعرفي حاولي انا بتاعتي يعني مش هتعرفي تمسكيها على فكرة مش هتقدري انا أدري. مش هتقدري تمسكيها بقول لك مش هتقدري تمسكيها ايه؟ مش هتقدري تمسكيها ممكن تجري ورايا على فكرة مش هتعرفي برضه مش هتعرفي مش هتعرفي تمسكيها مش هتعرفي مش هتعرفي مش هتعرفي, مش هتعرفي. مش هتعرفي ل... نجري على بعضينا لا هنجري ايه المشكله دي بتاعت <applause> اسكندريه صح؟ أه. طب علقي فوق اسكندريه استني خدي مشبك يلا 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 حط انت حط انا احط مشبك؟ اه طب انت إيه كده راسك لتحت طب ما نيجي نعملها مثلا هنا تعالى اعملها كده بس كده خلاص حلوه الصوره دي صح؟ لا <applause> طب تعالي نقعد هنا سوا مع بعض هتقولي عايز اكلمك في موضوع مهم تعبتي ولا ايه؟ تعبتي ولا ايه؟ بصي بقى تولين عايز اسالك حاجه مهمه تولين بكلمك ممكن تبصي لي انت كده بصلي ممكن تبصي طيب ممكن ممكن تقولي لي ممكن نصلي عشان الناس كويسين الاولاد الأمامية اللي بيتفرجوا علينا ونصلي عشان انو اندرو كمان صح؟ ممكن ممكن تصلي لنا غمض عيني وانت تصلي ممكن يلا صلي يا رب حافظ عليا على كل الناس ايش في النهارده هذه الحزانه خدين الديو حافظ على مصر حافظ على الكنيسه حافظ على كل الناس امين 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 تقولي ايه الحلوه دي انت قلتي انت قلتي البابا يسوع يحافظ على على الكنيسه ويحافظ على كل الناس صح أنتي مبسوطه ولا لا مبسوطه مبسوطه ايه ايه ده ايه ده ايه ايه ايوه بقى احكي بقى احكي بقى سؤال معين انت كنت تحكي لي على حلم معين واحنا ني... واحنا جوه في الاوضه بتحكي لي على حلم معين قلنا قلنا ندخل في موضوع تاني ما انت قلتي الحلم هتحكي الحلم بتاع الفيل طب احنا ندخل في موضوع تاني يعني انت مش عايزه تحكي عن الحلم بتاع الفيل؟ ما احنا خلصناه خلاص طب انا عايز اسمع دلوقتي الحلم بتاع الغزاله ما احنا خلصناه لا لا احنا ما خلصناش بتاع الغزاله احنا خلصنا بتاع الفيل بس الفيل مع الغزال لا الفيل ما كانش مع الغزال الفيل كان لوحده على فكره وبعدين مينا بيحلم بالفيران صح والفيران بتاكل الفيل بتاعك صح لا ده الفيران عارفه بتاكل ايه بتاكل ايه الفيران الفيران بتاكل الكوتش ال... الكوتش الكوتشات بتاعتي الكوتشات بتاعتك بياكلوها طب وبتعيشي من غير الكوتشي كده اهو طب ما الكوتشي سليمه هو ما حاجه اصلا ومرسوم عليه خروف من انا هذبح هتذبحي خروف أه وتمشي يعني من غير أجل... كوتشي لا اجيب واحد اجيب واحد من الشارع واذبحه بس ما يكبر طب ليه تذبحي خروف ليه عشان ايه كده كده صح امم طيب يا تولينا انا متشكر قوي ان انت جيتي النهارده برنامج لي شيك متشكر قوي تعالي بقى مع بعض نقعد هنا عشان عايزين نق... ايوه تعالي 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 شيلك تعالي شيلك تعالي شيلك ايوه استني استني استني, استني. اوبا <applause> ايوه ممكن بقى تقفلي الكراسه بتاعتك عشان نقول كلمه حلوه للولاد الامامير دول ميرسي قوي قوي يا امامير بصي اهم اهم كلهم فوقهم اهم ميرسي قوي 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 يا امامير على الحلقه الحلوه بتاعت النهارده دي وانا نفسي كلكم تيجوا الاستوديو زي ما تولين جت كده بس هي مش عايزه تحكي على الموضوع بتاع الفيل بس انا هستنى نحاول ان احنا نتكلم بتاع الفيل. بس يا تولين عشان جيتي النهارده. شكرا قول للناس باي باي في البيت طيب او حاجه معينه قول للناس هنا يا تولين شايفه اللمبه الحمراء دي يا تولين؟ بصي عليها قولي حاجه بقى معينه قولي لهم حاجه بسرعه قول لهم باي باي قول لهم باي باي يا تولين هو المرموشن هيخلص دلوقتي؟ هيخلص بقى دلوقتي عشان انت مش عايزه تحكي لي خلص قرب يخلص طب انا اقول له حاجه ممكن اقول حاجة تانية قولي بس بسرعة وبس وبعدين يخلص قولي بس بسرعة قولي له باي باي قولي حاجة لا قول حاجة حاجة. وبعدين يخلص وخلاص طب هيخلص اهو دلوقتي قولي بسرعة حاجة هيخلص هيخلص يا تولين ماشي بسرعة ها انت هتقع ولا قولي ها ها قولي <applause> <applause> باي باي يا تولين تعالي قولي باي باي زي العسل زي السكر بجد حلقه في منتهى الجمال انا نفسي لما اتفرجت عليها كنت مبسوط جدا 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 ميرسي امامير على كل حاجه بجد انتوا بعتوها لنا وعلى كل المسجات والايميلات والصور وكل الواد الامامير اللي جم معانا هنا في الاستوديو وزي ما قلنا الاسبوع الجاي ميعادنا مع حلقه جديده من برنامجكم ليش هيك وهيبقى بقى على الهوا ميرسي قوي قوي على كل الفتره اللي فاتت دي وكل الحاجات الحلوه اللي انتوا بعتوها لنا واحنا هنستناكم الاسبوع الجاي على الهوا وتبعتوا لنا كل الحاجات الجميله ان انتوا نفسكم تتفرجوا عليها نجاوبها سوا ونعمل مع بعض حاجات في منتهى اللذاذه اشوفكم الاسبوع الجاي على الهوا يا امامير باي باي